لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني لا أنقذ نفسي ليهلك لبنان. نهاركم سعيد. أنا ما لقيت اليوم فكرة معبرة بلش فيها كلمتي أفضل من هيدي، وهي بتلخص الشيء اللي مريت فيه بالفترة الأخيرة بعلاقتي مع أمريكا تجاه حزب الله ولبنان. والحقيقة أنه الطريق مع أمريكا كانت دايما صعبة، ولكن مجبورين أنه نمشيها ونتحمل الظلم لنبقى أحرار بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال، مع الإصرار أنه نبقى أصدقاء للشعب الأمريكي لو قد ما ظلمتنا إدارته. العقوبات بتجي وبتروح، ولكن علاقة الشعوب يلي بتجمعها قيم واحدة بتبقى. العقوبات بتنحط وبتنشال، ولكن التفريط بالسلم الأهلي وبالوحدة الوطنية جريمة بتنهي لبنان وما بيعود في شيء بيشيله منه. ومن هيك بين عقوبات بتطالني شخصيا وحماية سلامنا الداخلي، الخيار ما كان صعب واخترت حماية لبنان. وهيدا أقل شيء بعمله، مقابل ناس ضحوا بروحهم وجسدهم، شهداء سقطوا من أجل لبنان، ناس ناضلوا وتعذبوا وانسجنوا، وأبرياء كتار هدرت دمائهم وهن ما لهم عليها، وآخرهم ضحايا انفجار المرفأ بأربعين. وهيدا أقل تمن بدفعه قدام أتمين دفعوها جدودنا ليبقوا بهيدا الوطن، ولنبقى نحن من بعدهم حاملين رسالة السلام والمحبة بإيماننا، وحاملين قضية لبنان بقناعتنا. أنا بدي أخبركم الرواية عن شو حصل. بالتسعين أخرج العماد عون من الشرعية بلبنان برعاية أمريكية ووصاية سورية، ورجع بالألفين وخمسة من بعد خروج سوريا ليلاقي حاله بالانتخابات النيابية، تتذكروا elections now، ليلاقي حاله محاصر من التحالف الرباعي، وتم استبعاده من بعدها من الحكومة والرئاسة بالرغم من حصوله على أصوات 73% من المسيحيين. بعدين انطلب منه الدخول بحلف لعزل حزب الله. العزل بلبنان بتعرف شو معناه؟ العزل بلبنان لأي مكون بيودي لحرب أهلية، وهيك صار معنا. فرفض من الطبيعي وقرر يتلاقى مع الحزب على وثيقة تفاهم مكتوبة من بنود مفترض انه كل اللبنانيين ما حدا منهم يعترض عليها لانها بتجمع الكل. برجع بقول وثيقة تفاهم ومكتوبة، ما فيها شيء مخبى. اذا حدا غيرنا عنده شيء مخبى نحن ما عنا. بعد هالوثيقة عملوا الاسرائيليين حرب تموز بال 2006 يلي انتصر فيها لبنان، وكانت وثيقة التفاهم من أهم العناصر الانتصار لأنها حصنت الجبهة الداخلية بالبلد. استمرت أمريكا بضغوطها من وقتها، ما وقفتهم لنفك هالتفاهم وما نجحت، لغاية ما أدخلت مؤخرا موضوع العقوبات وبلشت تهددنا فيها. تتذكروا كلكم أكيد زيارة الوزير بومبيو للبنان وقوله قدامي بوزارة الخارجية انه حزب الله هو حزب ارهابي، وجوابي الطبيعي لإله كان انه حزب الله هو حزب لبناني، نحن ما فينا نصنف تلت شعبنا انه ارهابي. تصنيفكم إلكم وتصنيفنا إلنا، وفي كتير امثلة بقدر اعطيها، هلا الوقت مش لإله. اساسا لما طلب مني الوزير الامريكي ترك حزب الله ومواجهته شرحت له انه هيدا بيؤدي الى عزل الشيعة، يعني بيؤدي الى فتنة داخلية. وسألته هل منلاقيك بمطرحك بالخارجية لما بتوقع الفتنة لتساعدنا بمنع إراقة الدماء بلبنان؟ اكيد كان جوابه انه ما بيعرف. ولما سألته هل بتضمن لقلنا عدم وقوع الفتنة وبتضمن حماية البلد منا؟
واكيد كان جوابه بالنفي انه ما بيضمن. اذا الامريكيين عم يدعونا الى مشروع لا ضمانه فيه بعدم اراقه الدماء ولا بحمايه لبنان واللبنانيين من الفتنه. حديث العقوبات بلش جديا يتسوق وينطرح معنا بصيف 2018، يعني بتأليف حكومة الحريري الثانية اللي عملت فيها وزير أنا بسبب إصرار من الحريري نفسه. وإجا وقتها أحد العارفين يقول لي أنه من الضروري تكون وزير خارجية لأنه الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع من فرض عقوبات. مش هيدا الأساس، إنما هيك صار، فتنا على الحكومة واستقال الحريري أو طلب منه ما بعرف إنه يستقيل. ترافق هيدا الشيء فورا مع إعلانه عدم موافقته إنه يكون أنا معه بأي حكومة. يعني انتقلنا فجأة من إنه ما بيقبل يشكل حكومة من دون ما أنا أكون فيها إلى إنه ما بيقبل إنه يشكل حكومة كون أنا فيها. وإجا كمان مين ينبهني انه بدهم ينزعوا عني الحصانة الدبلوماسية لفرض العقوبات. واكيد تخلينا عن الموضوع وما دخلنا، وهيك بس دخلنا بموجات من الترهيب والترغيب، ساعة زيارة مع تخصيص وساعة زيارة مع مقاطعة، ساعة ترحيب بموقف وساعة تنديد بموقف. بالمقابل مع حزب الله كان واضح انه مع ثبات وثيقه التفاهم كنا عم نمر بطلوع وبنزول بالعلاقه بسبب خلافاتنا الكتيره وكثره كتير على الملفات الداخليه والاصلاحات، وبسبب بعض المواقف المختلفه على القضايا الخارجيه. وحكينا سوا نحن وياهم انه مش ماشي الحال هيك، والبلد ما بقى يحمل هيدي السياسات ولح ينهار. ومن بعد ما انهار حكينا انه البلد لوين بدنا ناخده اكثر من هيك، لدرجه انه بالاخر طلعت وحكيت بالاعلام عن امكانيه الفراق. وبكثير محطات مثل الفخوره او الحدود البحريه وبكثير مواقف صار الاعلام والسياسيين يربطوا اي طلعه مع الحزب بنزله مع الامريكان، او اي طلعه مع الامريكان بنزله مع الحزب، بينما اي موقف نحن اخذناه كان نابع بس من قناعتنا ومن رؤيتنا لمصلحه البلد. شو منشوف مناسب منعمل، والاخرين يربطوه بالعقوبات. اجت العقوبات وراحت العقوبات، اجت الرئاسه وراحت الرئاسه. بكره بصيروا يقولوا عمل هيك ليشيل العقوبات، او عمل هيك لانه راحت الرئاسه وبده يردها. هون بحب اقول للبنانيين يعرفوا كلهم انه بكل نقاشاتنا مع الامريكان ما في مره فتحوا هن من جانبهم سيره الفساد، لبل كنا نحن نطلبهم بهيدا الشيء. من سنه 2005 من لقاءات فيلتمان مع العماد عون وصولا لليوم، بوقف نطلبهم بوقف المساعدة للفاسدين ودعمهم، ونطلبهم بمساعدتنا على محاربة الفساد. وأنا مرات ومرات طلبت مسؤولين أمريكيين ودوليين كبار، بما أنه هن عندهم اطلاع على التحويلات المصرفية، ليش ما بيساعدونا بحسب القوانين والأصول، يساعدونا بالمعلومات اللازمة يلي بتمكننا من استعادة أموال منهوبة أو محولة للخارج. طبعا ما كان في جواب رافض لما نطلب، ولكن كان هناك عدم تجاوب بتلبية المطالب، يعني ما نشوف شيء عم بينعمل. وبالرغم من ملاحقتنا ما نعمل شيء، وكثير من المحاضر من سنة 2005 تشهد على هيدا الشيء. طيب شو صار مؤخرا؟ هون بدي اروي قليل من التفاصيل لأنه الوضع والوقت ما بيسمحوا بأكثر، وبنترك أشياء تانية لأوقات تانية وللأرشيف أكيد. أنا تبلغت مؤخرا من رئيس الجمهورية أنه مسؤول أمريكي كبير اتصل فيه
وطلب منه ضروري تفك علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله، وطلب منه انه يبلغني بعجالة الامر. وتاني يوم تبلغت مباشرة من السفيرة الامريكية ببيروت بضرورة تلبية 4 مطالب فورا، وإلا رح تنفرض علي عقوبات أمريكية بعد 4 أيام، أي بنهار 25 تشرين الأول. والمطالب هي: أولا فك العلاقة فورا مع حزب الله، وثلاث نقاط أخرى رح أتحفظ هلا عن ذكرها بطلب وتمني من بعض المقربين. طبعا بالمطالب وبالحديث كله ما في كلمة فساد، وطبعا انه ردة فعل الطبيعية السريعة كانت انه الامور ما بتمشي معي بهيدا الشكل، واني انا برفض بهيدا الموضوع. يعني it doesn't work with me that way، هيك ما بيمشي الحال معنا، وانه هالشي اساسا بخالف مبدأ اساسي من مبادئ التيار الوطني الحر، هو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجية. لو عناقته بيعملها، ولو بده يعملها وعم بيعملها وبياخد هيك توجيهات أو أوامر، فبينكفئ على القليلة عن عملها بوقتها. وأنه قلت بصراحة أنه إذا نحن قبلنا أن نمشي بهيك علاقة مع بعض بهيدا الشكل، منصير مثل غيرنا، بنقبل ننفذ أوامر وناخد تعليمات، ومنصير عملاء، بينما نحن منريد نكون أصدقاء. I am not your agent, I want to be your friend. أنا لست عميل عندكم، أنا أريد أن أكون صديق لكم. التيار الوطني الحر منه مجموعة عملاء، هو بده يصادق كل العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. بس هيك ما بيمشي الحال. بعدها من بعد هاللقاء صار في مداخلات معي لإقناعي أنه الهدف عند الأمريكيين مش فرض العقوبات علي، إنما استقطابي لكون شريك وصديق. والبرهان حسب ما زعموا وقالوا لنا أنه غيري ما تم تحذيره، أما أنا بيعطوني يعني بخصصوني بأنه يعطوني فرصة لخلص حالي، لأنه هن بيريدوني فلازم خلص حالي. وسمعنا على عدة مستويات كلام أنه نحن ما منريد نخسر علاقتنا ببسيل بشكل واضح، نقال من عدة مستويات ونقال لعدة مستويات. مر 25 تشرين الأول، يعني المهلة اللي كانت معطاة لنا، وأنا كنت ناطر يوما أن تطلع العقوبات، ولكن قرروا الأمريكان بعدها أنه يعطونا مهلة تانية لأربعة تشرين التاني، يعني تاني يوم الانتخابات بأمريكا، وتخلوا عن البنود 2 و3 و4 وحصروا مطلبهم بالبند الأول يلي هو إعلان قطع العلاقة مع حزب الله. ولكن هالمرة هيدا الشيء وهيدا الطلب تم على قاعدة تانية، هي العصا والجزرة. زاروني بلقاءات طويلة وقدموا لي الشيء اللي اعتبروه مغريات كافية من نجومية، النجومية بلبنان وبأمريكا، والربح السياسي الشخصي إلي وللتيار والسخاء. بس ما مش الحال، رجع صار في لقاء طويل كمان بزيارة لإلي تمت لمنزلي بأربعة تشرين الثاني، يعني نهار الأربعاء تاني يوم الانتخابات يلي هي كانت المهلة المعطاة، وأعطوني مهلة أخيرة 24 ساعة لغير رأيي وفكر بالشي اللي عرضوه علي لمصلحتي ولمصلحة التيار ولمصلحة لبنان، ونبهوني من العواقب بحال مشوا بمسار العقوبات. مر الخميس وطبعا ما صار شي من قبلي، وطلعت العقوبات نهار الجمعة، يعني بعز إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية كان بالهم فيه، وطلعت على أساس الفساد، على أساس أدون ماغنيتسكي يلي هو بيعنى بالفساد وحقوق الإنسان، وبالكاد ذكروا حزب الله مع أنه ما حكيوني إلا عن حزب الله. طبعا طبعا أنه بكل هالمسار
يلي خبرت عنه هلا. انا بلغت خبرت المعنى الاول بالموضوع وهو التيار الوطني الحر عبر الهيئه السياسيه يلي وافقت بالاجماع على الموقف بالشكل والمضمون، وبلغت المعنى الثاني اي حزب الله عبر السيد حسن مباشره يلي عبد تفهمه لاي موقف ممكن ناخده وابدا استعداده لأي مساعدة نطلبها منه تا نتفادى هيدا الشيء يحصل معنا. وطبعا أني أنا ما طلبت شيء بهيديك اللحظة، في كتير تفاصيل مهمة رح تنعرف يوما ما، ومنعرف كيف تنعرف، وأنا بعرف كتير منيح شو عملت وشو حكيت وأي مواضيع فتحت، لأنه كان لازم أوصل لخلاصات ولازم اللبنانيين يعرفوا عنا. وهالخلاصات بختصرها بخمسة وهي التالي. أول شيء العلاقة مع أمريكا، أنا فهمت شوي أكتر شو يعني يتم تطويع حدا ليشتغل سياسيا مع دولة كبيرة تحت وطأة الترهيب والترغيب، وتأكدت من أهمية الاستقلال السياسي يلي بيمارسوا تيارنا. ورسالتي اليوم لكل رفاقي بالتيار الوطني الحر انه يبقوا احرار. وانا علم، انا كلني علم وواضح عندي بمحاولات اجهزه وسفرات وجهات داخليه للتلاعب فيهم، مثل ما حصل مع بعض اعضاء التكتل وتركوا، ولكن بالتيار اصلب، وانا بعرف ضعاف النفوس تماما وبعرف خيانتهم من عيونهم، ما في زوم حدا يخبرني، بتطلع بعيونهم وبعرف، وهن بيعرفوا اني بعرف. وفي واحد منهم وقع، لبل هو واقع اساسا ومن زمان وهو بالخارج، وانا بصلاحيتي بالتيار رح ادعي عليه امام المجلس التحكيمي لخيانته مبادئ الحزب وقواعده وقياديه والعمل على هدم كيانه وصدقيته وقوته ومؤسساته بشكل مقصود ومنهج، واخرهم ما حصل اخيرا. وهالشي وفق نص المادة 28 من نظامنا من عقوبات الدرجة الثانية، وعقوبتها هي الطرد. بالمقابل بدي اقول انه بالرغم من كل شيء حصل مع الادارة الامريكية، بدي شدد انه هيدا الشيء ما بيمس بعلاقتنا مع الشعب الامريكي وتشاركنا معه بالعديد من القيم، ومنعتبر انه الجريمة يلي ارتكبتها الادارة الحالية بحقه وسارعت للاعلان عنا يوم يلي تأكدت من خسارتها للانتخابات الرئاسية وقبل الاعلان الرسمي عن هالخسارة، انا بقول انه لازم يتم التحقيق فيها، مش انا اللي بقرر للأسف، لازم يتم التحقيق بأسبابها ومعرفة مين دفع ثمن هالعقوبة. نحن منهني الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونيبته كمالا هاريس، وهي بالمناسبة أول امرأة أمريكية نائبة رئيس، ومنعتزم مع الإدارة الجديدة أن نشتغل على تطوير العلاقات معه. تاني خلاصة هي استخدام موضوع الفساد من قبل أمريكا. الحديث أو كل الحدثين يلي حصلت معي اتضمنت حزب الله وكل شيء إلا الفساد، والعقوبة اتضمنت الفساد وحقوق الإنسان وبالكاد تم ذكر حزب الله فيها. طيب لو أنا قبلت معهم أن أقطع العلاقة مع حزب الله كنت بطلت فاسد؟ خلاص بيروح، يعني هذا الفساد مرتبط بس بعلاقتك مع أطراف سياسية وبإدائك السياسي. بعدين قانون ماجنيتسكي بيتناول قضايا حقوق الإنسان مثل الخشقجي، أما قضايا الفساد الواردة بخصوصي فهي مضحكة، مثل أزمة الطاقة بلبنان، أزمة النفايات، أزمة تلوث البحر. عن جد
هلا انا مسؤول بالعقوبه الامريكيه عن ازمه تلوث البحر، وانا المسؤول عن انفجار المرفأ، وبالخارجيه قال شو تعييني فاعلين بالدوله، انه الخارجيه ما بتعين سفراء، وبالطاقه استعمال شركات واجهه لمقربين مني للاستفاده. طب فيكم تسموا لنا شيء شركه انشاناها ولا لا واجهه؟ طب هيدا هون دوكيومان رسمي، مش حفله سرسره سياسيه مثل تبع بعض الحراك والسياسيين الكذابين بلبنان. هلا عرفنا بقلم مين مكتوب العقوبه، وهلا عرفنا كيف بتنكتب الهيلا هيلا هو بالانجليزي، وهلا تاكدنا عارفين، بس تاكدنا مين الراعي الدولي للاغتيال السياسي يلي عم بتعرض له. انا بعرف تماما هيدا النمط من الثورات الملونه لاني بتبعها، ولانه امريكا بتستعملها بكل العالم، وكان اخرها اخر شيء قبل عنا بعد عنا بارمينيا، وشفنا النتيجه. وانا بعرف شو بيعني فعل نتائج الحرب النفسيه والاعلاميه وحرب الجيل الرابع، ومتابعها ومخبريني عنا زعماء بالعالم، رؤساء حكومه، وزارة خارجية، مخبريني لشو تعرضوا من هالثورات الممولة والملونة. بس أنا هذا كله بعرفه وناطره، بس أنا ما كنت مصدق إنه أكبر دولة بالعالم وماسك النظام المصرفي العالمي وتحويلاته، وعندها أكبر أجهزة مراقبة ومخابرات، ما بتقدم ورقة أو دليل أو اسم أو إثبات أو رقم، هي رقم حساب مبلغ. طب إذا بدهم يحاربوا الفساد عن جد بلبنان، يوقفوا دعمهم لجامعتهم يلي عم يمنعوا لليوم التدقيق الجنائي، معروفين ومعروفين إنهم جامعتهم وبيدافعوا عنهم وبيطلبوا منا إن نحميهم، وبيزودوا بدل هالتصرف هيدا يزودوا لبنان بكل التحويلات المالية يلي طلعت منه لتهريب الأموال المنهوبة والأموال يلي محولة، لأنه نحن ما تركنا شيء ما عملناه وطلبناهم بالمساعدة. أنا لما كنت عم بتحدى كل دول وأجهزة العالم، كنت عارف حالي كتير منيح مين عم بتحدى وعارف شو جاي، بس أنا اليوم بعدني عم بتحديهم، لأنه النتيجة طلعت معهم إنشا وحكي سالونات. بدي أقول لكم شغلة، هن بيقدروا يأذوني، بيقدروا يشوهوا سمعتي بالتلفيق، ولكن بالإثباتات ما بيقدروا يخدشوا إدميتي. إذا بيقولوا، إذا بيعتقدوا بالقوة أكيد ما عنديها. أنا بقوتي ما بقدر أتحدى حدا، ولكن بإدميتي أنا بقدر أتحدى العالم كله. ثلاثة، ثالث خلاصة، تحصيل الحق بالادعاء. ألبير كامو بيقول انه ما بيكفي انك تفضح الظلم، ولكن لازم تعطي كل حياتك لمحاربته. هيدي العقوبة هي الظلم بعينه، ولح قاومه ولح قاوم الظلم ولح ادعي بالضرر اللي لاحق فيي من وراها. بلشنا بدراسة الادعاء مع مجموعة من المتخصصين والمحامين ونشوف شو لازم نعمل. من جهة أولى، العقوبة هي من منطلق سياسي اعتباطي، وهي قرار أمريكي محصور بالجغرافيا الأمريكية، ولكن نتائجه تتجاوز أمريكا للطال بفعل نفوذها وتأثيرها وقدرتها بالطال القطاع المصرفي بعمليات التعاطي بالدولار. وهيدا الشيء بيطالني أنا وحدي من دون غيري، بالرغم من اني ما بملك ولا اي حساب مصرفي ولا اي ملكية خارج لبنان، ولكن بطالني بلبنان. ولح اشتغل على تكليف مكتب محامات، وعلى ارجح امريكي، بهدف ابطال القرار لفقدان الاساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي. وموعدي ساعتها بيكون مع القضاء الامريكي، مع علمي
انه يلي اجى بالسياسه بشحطه قلم بيروح بالسياسه، خاصه انه البند الرابع من شروط الغاء العقوبات بيحدد انه يمكن ان تلغى اذا اقتضت مصلحه امريكا هيدا الشيء. هيدا من جهه. اما من جهه ثانيه العقوبات الامريكيه وتحديدا قانون ماجنيتسكي هو مخالف لاهم مبادئ القانون الدولي يلي هو مبدا السياده الوطنيه، وهو لا يطبق قانونا خارج الاراضي الامريكيه لانه غير مصدق عليه باي معاهده دوليه ولا بمعاهده اقله مع لبنان، وهو مخالف لابسط مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان. بس هو بيحكي عن حقوق الانسان، القانون هو بيحكي عن حقوق الانسان بس هو مخالف لابسط مبادئه لانه ما بيامن حق الدفاع عن النفس ولا بيعطي قرينه. العقوبه ما بتصدر عن اي مرجع قضائي بل هو قرار اداري، العقوبه هي قرار اداري من وزاره، وبالتالي هو منعدم الوجود قانونا وفق معايير القانون الدولي والقانون اللبناني لانه ما تمت الدعوه او الادعاء امام اي مرجع قضائي، وما في اي ابراز لمستندات مثبته للمزاعم. وهيدا الشيء يعني قد بيتطلب النظر بدراسه وامكانيه اخذ الاجراءات اللازمه للجوء للمحاكم الدوليه، وفي حادثه او في سابقه حصلت بهذا الموضوع. طيب رابع خلاصة، السؤال هو لمصلحة مين العقوبة؟ أنا عندي معلوماتي يلي بتسمح لي أعرف وقول إنه العقوبة مطلوبة من مين من خارج أمريكا، لأني أنا على القليل تبلغت رسميا إنها جاي بالإدارة من فوق فوق لتحت، ومش مثل ما بالعادة بتكون من تحت لفوق. ولكن أنا اللي رح أقوله هلا رح أحكيه بالتحليل وأسأل طيب وين مصلحة أمريكا بضرب ومحاولة تدمير أكبر حزب وتكتل طابعه مسيحي بلبنان وبالشرق؟ طيب وين مصلحة أمريكا بتنفيذ اغتيال سياسي لقاضي مسيحيين بيدعوا علنا ومرارا وتكرارا للتعاون والصداقة معه؟ طيب وين مصلحة أمريكا بضرب المكون اللبناني يلي بيرفض يروح للشرق حصرا وينقطع عن الغرب وبيريد ابقاء لبنان همزه وصل بين شرق وغرب؟ هيدي منا مصلحه امريكا، هيدي مصلحه اسرائيل بضرب المسيحيين بلبنان، وعشناها من زمان واختبرناها، وفي ناس دفعوا حقها واستشهدوا كرمالها. الا اذا امريكا بتقول وبعدها للاسف بنفس المخطط القديم يلي بيؤدي من ضمن ما بيؤدي له الى هجره المسيحيين من الشرق من كيسنجر ومخطط التوطين والتهجير الى دين براون وترحيل المسيحيين بالبواخر الى مورفي وخيار الاذعان او الفوضى الى فالتمن وحصار المسيحيين بال 2005 وصولا لتوصيته العلنيه بالكونغرس بال 2019 بضرب أكبر ممثل لإلهم من أجل إضعاف حزب الله. طيب تشرح لهم أنه إضعاف التيار اللي رفع الغطاء عن الحزب ما لح يضعف الحزب لأنه بيعزله وبيضطره أنه يدافع عن نفسه وساعتها بينتصر، وبيكون هناك مشروع فتنة وحرب داخلية بلبنان بين الشيعة والسنة، ومن للأسف تسوي له نفسه من المسيحيين للتآمر والمشاركة فيها، وبيدفع هيك المسيحيين تمنى أكثر شيء بالهجرة الكثيفة. وهيدا مشروع الفوضى ما بيجوز أنه يتكرر بلبنان، بتقلن حرام عم بيرجع يتكرر بلبنان، وشوفوا شو عم بيصير من سنة اليوم بالهجرة، لأنه حصوله بالعراق والفوضى يلي ضربت أدى إلى هجرة المسيحيين ونزلنا من مليونين لمئتين ألف وأقل، وحصوله بسوريا أدى كمان مع الفوضى يلي إجت إلى هجرتهم وينحكى عن أنه نصهم ترك. وهلأ اعتماد مشروع لعدم استقرار لبنان على ما هو واضح اعتماده وبيقروا فيه بعض أجنحة الإدارة الحالية وبيحكوا فيه، والسماح بالفوضى
والتشجيع عليها نتيجة الأوضاع المعيشية الاقتصادية اللي عم بيعانوها اللبنانيين عن حق، وحقهم أنهم يتظاهروا ويعترضوا، ولكن تقليب الناس وتمكينهم بالمظاهرات الملونة هيدا كله إذا ضفنا عليه وقوع بعض الحوادث الأمنية ومؤشرات لظهور الإرهاب وإنشاء خلايا مثل ما عم بيتحضر بالشمال، مثلا خدوا مثل حادثة كفتون، تبين إن خلية من 40 داعشة وعم بيتمولوا من وين؟ من إدلب، يعني منعرف من وين. هيدا تحضير بالشمال، هيدا مشهد عم نشوفه عم بيتجمع وعم بيتعاظم. بالمقابل في ضغط مباشر بالجنوب وبالبقاع وحقن وضغط وتهديد على اللي بيتفاهم معهم بالداخل، قال شو لتعريتهم سياسيا وشعبيا، بس هالمرة بشكل مفاجئ وصادم. طب هيدا كله شو نتيجته بلبنان؟ هيدا وصفة حرب، ونحن ولبنان رح نكون ضحاياها هالوصفة. وبدكن ايانا نمشي فيها؟ لا، انا بقلكن عن جد التمن كتير صغير لنتفاداها، وانا بدفعه طالما هو عقوبات على شخصي، وهيدا ارخص شيء ممكن ادفعه. هالعقوبات مطالت غيري وانا بحملها وما في مشكلة. هيدي العقوبة هي لمصلحة يلي وضعها، وبكرة بتروح لما بتصير مصلحة امريكا الدولة اكبر من مصلحة يلي وضعها لمصلحته. خمسة، وهيدي اخر توصية، العلاقة مع الحزب، مع حزب الله. نحن ما ممكن ان نطعن اي لبناني لصالح اجنبي، هيدا مبدأ سياسي بالتيار، مش ممكن ان نخل فيه تجاه حدا. وانا ب 13 تشرين الماضي، من اقل من شهر، لاني كنت عارف لوين واصلين، قلت، ولح قول حرفيا شو قلت، قلت عزل اي مكون لبناني نحن ما رح نمشي فيه ولو كلفنا غالي. ما عملناها قبل ولا رح نعملها بعد، وما بينفع معنا لا طياراتكم ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم. بدي اقول اليوم اكثر من هيك، نحن ما منطعم باي حليف او صديق او اي حدا متفاهمين معه لصالح اي حدا، مش بس بالخارج، لصالح حدا بالداخل. لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خنيهم، وبنحكي بهيدا الموضوع وقت اللازم لاني بعدني ما حكيت عنه. فما ممكن، ما ممكن نحن نطعن حزب الله بغاية الطعن. نحن ما بنترك الناس من دون سبب، واكيد مش حزب الله، لانه نحن بنتعاطى مع بعضنا بصدق وباخلاق، ومش هيك بنترك بضغط خارجي. اذا بدنا نترك فلأسباب داخلية، وفي اسباب داخلية بتخلينا نترك وبتتعلق فينا، بتتعلق بمصلحة البلد. نحن على كل حال، على كل حال، من دون هيدي موجة العقوبات كنا عبرنا سابقا انه البلد بده اصلاح حقيقي، وانه مش ماشي الحال، نكفي هيك. وحكينا بالاعلام وكل الناس سمعت ولاحظت، واتفقنا مؤخرا مع السيد حسن على انه نجري مراجعة واعادة نظر بوثيقة التفاهم، لنتفق كيف ممكن نطورها، لنقدم شيء لجمهورنا. ما فينا نضلنا جامدين، الاشياء تغيرت، فلازم نقدم شيء للناس المتأملة فينا خير بهيدا البلد، وإلا هي بتسقط، وإلا سقطت وانتهت بتكون وثيقة التفاهم. إذا نحن ما احترمناها وما نفذناها وما بنينا دولة، وإذا نحن ما تأيدنا بحماية لبنان وبس حماية لبنان. بالخلاصة الأساسية هيدا، عن كل الخلاصات الخمسة، بدي أقول إنه نحن مختلفين مع أمريكا على أمور كتيرة غير حزب الله، وعقابنا على هديك الخلافات قائم. نحن معاقبين ليه؟ لأنه أمريكا بعدها مستمرة باتباع سياسي معاكس لمصلحة لبنان، وهيدا بحد ذاته عقاب، لأنه بيدمر الكيان اللبناني وبيزيل وجوده. هالخلافات هي على مواضيع كمان بتعرفوها، هي على موضوع عودة النازحين السوريين، كمان كان بنقاشنا بالايام الماضية، وعلى موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين وصفقة القرن، وكمان ومسألة حقوقنا مع اسرائيل بالارض والحدود والموارد،
ومسألة العدل والسلام مع إسرائيل ومسألة الإرهاب. أما بمسألة حزب الله فلأن في مصلحة لإسرائيل هالاختلاف بيؤدي عن غير حق إلى فرض عقوبات غير قانونية ومبنية على افتراءات. بول فاليري بيقول أنه نقطة ضعف القوة هي أنها ما بتآمن إلا بالقوة. أمريكا أكيد بتقدر تعاقبني، ولكنها ما بتقدر تاخد مني وطنيتي وكرامتي. أنا بعرف أنه أمريكا عملاقة ونحن صغار، ولكن راجعوا يا لبنانيين تاريخ الشعوب المقاومة، مش بس بلبنان. مستحيل هزيمة شعب مقاوم لو قد ما كان صغير. هن كبار ونحن صغار صح، ولكن لما بينطلب منا التنازل عن حقوقنا ووجودنا ما ممكن إلا ما نقاوم لآخر نفس. هون عم نحكي عن وجودنا، قضايا النزوح والإرهاب واللجوء، هيدي كلها عم تدمر لنا نسيجنا، تكويننا، توازننا، عم تلغي لنا وطننا وسبب وجوده، فأكيد بدنا نقاومها. ونحن بالمقابل بنختلف مع حزب الله حول أمور أساسية، لبل بدي أقلكن عقائدية، مثل السلام بالمنطقة، مثل وجود إسرائيل. بس نحن ما شفنا إيران عم تحط علينا عقوبات، ولا شفنا حزب الله عم يقمعنا، بالرغم من أني أنا قلت قدامهم بكنيسة مرمخايل بذكرى وثيقة التفاهم بشباط 2019 على أثر الضجة يلي انعملت من موقف قلته عن أمن إسرائيل بقناة الميادين، وقلت بكنيسة مرمخايل بشباط 2019 إنه الحزب لازم يفهم إنه التيار ما بيملك نفس الفكر ونفس الخطاب عن حزب الله، مشان هيك عملنا تفاهم. وحقيقة فكرنا انه لبنان دولة مدنية لا اسلامية ولا مسيحية، دولة بتحب انها تعيش باستقرار داخلي، بيقوم هالاستقرار على التوافق وعلى سلام خارجي بموازاة هالسلام الداخلي. والسلام الخارجي بيقوم على الحقوق والعدالة والقانون الدولي. فاذا لبنان بيريد السلام مش الحرب، والسلام بيقوم على أساس المبادرة العربية وعلى مبدأ أساسي يلي هو مبدأ الحقوق المتبادلة. للعرب الحق بالأرض، لفلسطين الحق بالدولة، ولإسرائيل الحق بالأمن. هيدا أصلا هو 1701، وهيدا الشيء يلي عم نعيشه على حدود 2006. هيدا كله قلته حرفيا بشباط 2019، وهيدا خلاف كبير مع الحزب بيهاجمني فيه جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هيدا ما بيمنعني قول رأيي وما بيخليني غير فكري وفكر التيار، وهيدا ما بيخلي الحزب انه يقمعنا ولا ايران انها تأدبنا، ولكن بيحترموا خلافاتنا. اما امريكا في المقابل فبتعاقبني كفاسد ومجرم وإرهابي. أنا مني إرهابي، وبتاريخ التيار ما في إلا محاربة الإرهاب، وأنا مني فاسد ولا في دولار واحد عمولة أو رشوة بتاريخي. ومن وين إلكن أصلاً أنتو الحق لتحكموني بالفساد وأنتو عم تدعموا كل الفاسدين؟ وأنا مني مجرم حرب مثل غيري من الناس، وما تسببت بمقتل إنسان لبناني أو إنسان بالعالم واحد أو بهدر نقطة دم وحدة. أنا بختلف مع هالإدارة بالسياسة، هيدي حرية الرأي. بالزمان اتصل فيي ديفيد هيل، وكانت بزيارة كوزير خارجية بأمريكا اللاتينية، وطلب مني وقتها كانوا أعيدوا الحوار مع كوبا، طلب مني بإني أعمل موقف مؤيد، لأنه كان بيعرف إنه أنا دائما كنت أحكي عن وجوب اعتماد سياسة الانفتاح بدل العزل والعقوبات. وقتها عملت محاضرة يعني عن هيدا الموضوع بجامعة سانتياغو بتشيلي. الإدارة الحالية غيرت سياستها وعادت رجعت لسياسة العقوبات،
وألغت الاتفاق النووي. طب نحن ما بحق لنا نقول انه هيدي السياسة غلط، خاصة انه الادارة يلي قبلها واللي جاية بعدها بتقول انه هيدي السياسة هي غلط وما بدها تمشي فيها. طب بصير ساعتها ارهابة ومعتدي على حقوق الانسان وفاسد اذا انا مش مع سياستكم؟ او هل انا من كان مسؤول؟ هيدا سؤال لكل اللبنانيين. هل انا كنت المسؤول عن السياسة المالية بلبنان من سنة 90؟ هل انا من قام بالهندسات المالية؟ هل انا حددت سعر الكهرباء سنة 94 على اساس برميل بترول ب 24 دولار وانا قررت دعم الكهرباء من خزينة الدولة؟ وانا وقفت بناء المعامل، وقفت ادفع المال للمتعهدين ليبنوها ويصير في كهرباء 24/24؟ او انا اللي اخذت 500 دولار من كل لبناني على الخط الخليوي؟ او انا بالعكس جريمتي اني خفضت سعر الخليوي وزدت واردات الخزينه اضعاف؟ هل انا وزعت الباسبورات الدبلوماسيه لما عملت وزير خارجيه؟ وزعت القاب الاناصر الفخريه مقابل الاموال؟ او انا يلي وقفتها وعملت بس بحسب المرسوم؟ هل انا بنيت وعمرت قصور واشتريت طيارات ويخوت؟ اخر شيء شو طلعت التهمه؟ لوث البحر. والله عيب. هيدا امريكا تخلص القصه معها بكتابه من ايادي بعض الكتب الحائدين. مئات ملايين الدولارات انصرفت لخلق حالة شعبية وإعلامية مناوئة، وما قدرتوا تثبتوا شيء بملف واحد؟ فقط هيك اتهامات معممة. طيب أنا ضد التوطين والناسحين، وما عندي لا طيارة ولا قصر ولا يخت ولا حساب بالخارج، بطلع فاسد. وحلفائكم لأنه مع التوطين والناسحين وعندهم طيارات ويخوت وقصور وحسابات وتحت عينكم التحويلات منهم لبرا، وهن عاملين كل شيء في فساد، بيطلعوا اوادم؟ انتوا قلتوا انكم رح تلاحقوا كل الفاسدين، خلينا نشوف. وتفضلوا ساعدونا واكشفوا الحسابات والتحويلات وانشروها، وهي كلها بامتلاككم. اظهروا لنا عدالتكم وخوفكم على لبنان وحرصكم عليه ومساعدتكم له، لانه هيدا بيساعد كثير. افتحوا الملفات وبعتوا البراهين، وانا من جهتي مستعد لاي مواجهه. اعطوني واقعه واحده واثبات واحد، سموا شركه واحده من الشركات الواجهه يلي انا انشاتها وحكيتوا عنها، وحددوا حساب مصرفي واحد او حوالي، اي حوالي ترتبط فيي مباشر او غير مباشر. على كل حال بدي اقول لكم انه حررتوني، انا اليوم حر اكثر، لانه الظلم بكبر النفس الحره والابيه، وانا اليوم اكثر حريه واكثر عزه. وبقول الى اللقاء للعمل مجددا مع امريكا، مع رئيس جديد واداره جديده ومع نفس جديد، لنحارب الارهاب فعليا ونبني السلام العادل ونعيد الحقوق لاصحابه، ليكون في عنا ازدهار وانماء وانفتاح بدل الفقر والتخلف والانغلاق. بدي احكي شوي بالاخر كلمتين عن الحكومة، وبدي انهي بكلمتين للتيار الوطني الحر كتير مهمين. العقوبات بموضوع الحكومة لازم تكون سبب للتسريع بتأليفها. إذا كانت النوايا من الخارج تعطيل أو تخريب، فلازم ردنا ما يكون التشدد من وراء العقوبات. منتشدد بوجه يلي عم يعتدي علينا، ولكن ما منتشدد بوجه بعضنا بتسيير أمور بلدنا وإنقاذه، إلا إذا حدا رايد أنه يستكمل لعبة الخارج من الداخل ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا او لاقصائنا من دون غيرنا، فهيدا امر اكيد ما رح نسكت عنه. نحن من الاول قلنا انه نحن مع التسهيل والاسراع بتاليف الحكومه، وما حطينا ولا شرط ولا تمسكنا بحقيبه
أي حقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة أو عدمها وشكل المشاركة مفتوحة وكل شيء طلبنا فيه اعتماد معايير وحدة للتأليف من أجل أن نسرع لأنه غير المعايير الوحدة بأخر وبعرقل وهيدي التجربة علمت كل اللبنانيين وعلمت يلي بيعملوا حكومات ورؤساء الحكومات أنه بس يعملوا معايير وحدة تمشي بيومين وبس يستنسبوا ويتشاطروا بتوقف الحكومة ونحنا ما حكينا إلا عن حكومة منتجة وفاعلة ومتخصصة وقادرة على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بالمبادرة الفرنسية لوقف الانهيار والحقيقة أنه نحنا بقرار منا ما تدخلنا وما تعطينا وما تواصلنا مع حدا وتركنا الأمور لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة لليوم لوضع المبادئ والمعايير الواضحة للتأليف لنحدد على أساسها موقفنا من الحكومة بالمشاركة أو عدمها أو بكيفية المشاركة أو بإعطاء الثقة أو عدمها أو بمسائيتها أو عدمها لأنه التأليف بيختلف عن التكليف وبالرغم من هيدا الشيء صار اتهام نزور بالتعطيل بالرغم أنه عن جد ما تعطينا سكتنا لليوم لأعطاء أكبر فرصة ومجال ممكن من الإيجابية مع إحساسنا لنقول لما نقول مع علمنا بأنه النوايا منا مثل ما لازم تكون ولكن أنه تساهلنا وتسهيلنا يوصل لدرجة أنه ما منقدر نسأل أو نعطي رأي أو أنه نحكي أو يحكي معنا حدا مش نحنا نحكي فهذا لا هذا صار إرهاب سياسي وإذا نحن قبلنا فيه بصير اسمه إلغاء للذات وما لح يكون في عودة للماضي ومفرداته شفته بمجرد استعمال لهالتعبير إلغاء للذات وإرهاب سياسي هذه التعبير كنا فكرنا خلصنا منه ومجرد استعمال لها هو مؤشر خطر لاستطياب البعض واستحلوا أنهم يرجعوا لهي الأيام أو اعتقدوا أن الظرف بيسمح له أو أنه التخلي بهيدا الشكل لأنه وضع البلد منهار وأنه حدا يتخيل أنه بسبب انهيار وضع البلد وبسبب المبادرة الفرنسية بيقدروا يوفروا غطاء للعودة إلى ما قبل 2005 في حدا عن جد مصدق أنه بيقدر وحده يسمي كل وزراء الحكومة أو على القليل كل الوزراء المسيحيين بالحكومة باسم الاختصاص ويبرر هيدا الشيء بالوضع الاقتصادي المنهار ويراهن على عقوبات نبهنا من فترة ببيان للتيار من عدم ربط تأليف الحكومة بأحداث الخارج وانتخابات الخارج ورهان عليها لازم يصير في إسراع بتأليف الحكومة ويوقف موضوع إضاعة الوقت والاتكال على الضغط الإعلامي لتمرير ما لا يمكن تمريره وأنا بدي أقول أنه ركائز أي حكومة بتقوم على ثلاث أمور بس تتحدد وتتحدد معايير واضحة لها لكل وحدة منها تتألف الحكومة بيومين وهالركائز بسرعة هن عدد الوزراء لأنه ما بيجوز جمع وزير بحقيبتين وإلا هيدا ضرب لمبدأ الاختصاص أي اختصاص وزير اقتصاد مع وزير بيئة سوا مثلا وهيدا مشروع فشل لكل وزير حامل حقيبتين هيك بدها تنجح الحكومة لأن نعطل قسمة من الوزارات لأهداف تانية إذا يضل في إصرار على هذا الأمر من دون منطق من دون جواب على حجج مقنعة فإذا هيدا الشيء بيخبئ استهداف سياسي لأفريقاء ولا طوائف لتحجيمها بالحكومة اثنين توزيع الحقائب والأعداد على الطوائف وعلى الكتل والقوى أسهل شيء اعتماد معايير لتحديد كيف تتوزع الحقائب على أساس حجمها على الطوائف وعلى الكتل وهذا تمرين صار معروف وحرام يرجع ومنطقي وحرام نهدر الوقت كرماله أما أنه ينحكى بالمداورة لكل الحقائب ما عدا حقيبة المال فهيدا اعتراف بتثبيت حقيبة المال إلى الطائفة الشيعية
لازم تبقى بعض الحقائب من دون مداورة. وأنا ما قصدي حقيقة معينة، ما قصدي شيء بالتحديد، ولكن عم بحكي عن مبدأ، يا المداورة للجميع مثل ما هو موقفنا، أو مداورة جزئية لعدم الاعتراف بالتثبيت وتكريسه كعرف بقوة القانون والدستور. شفتوا كيف بيغلطوا أغلاط كبيرة؟ طيب ثالث شيء تسمية، هذا ثالث ركيزة يلي لازم يصير فيه اعتماد آلية وحدة لتسمية الوزراء من اختصاصيين طبعا، ولكن ما حدا بيحتكر بالبلد هو معرفته وتسميته للاختصاصيين، ما حدا بيعرفه غيره. كل طرف بيسمي وزراءه وبيوافق عليهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذا هو المنطق. أو أي آلية أخرى، أي آلية أخرى بتكون وحدة على الجميع لازم يقبلوا فيها الجميع. وإذا ما تم اعتماد معايير واضحة موحدة فالحكومة رح تتأخر، واللي عم بيأخرها هو يلي عم بيوضع معايير استنسابية وبيخبي هيدي المعايير بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته بالحكومة. هيدا إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وهيدا تضييع للمبادرة الفرنسية مثل ما ضيعوا قبل حكومة دكتور مصطفى أديب. بنهي بكلمة للتيار، وأنا بدي أشكرهم وبدي أشكر كل مين تضامن معي ببيان باتصال بتحرك، وبدي أقول إنه شعرت عن جد بالعاطفة مرة جديدة شعرتها من الناس ومن التيار، وإن شاء الله بقدر بدلهم فيها وأعطيهم يلي بيستاهلوه من أمال بالبلد. بس بقول لهم كمان ما يعتلوا هم، هيدي ضربة صغيرة قدام ضربات كتير كبيرة تعودنا عليها. وبدي أطلب من التيار إنه يبقى على مستوى المسؤولية والانضباط وما يتوجه ويقوم بأي تحرك غير مسؤول، وما يصير في أي تفكير بتحرك إلى السفارة الأمريكية مثل ما نجحنا إن نمنعه مبارحة ونضبطه، وما نتخلى أبداً ولا حتى بالتعبير عن صداقتنا مع شعوب ودول بسبب أخطاء بترتكب وبتروح. هيدي لح تروح، بس لح يبقى لبنان ولح تبقى أمريكا ولح نبقى بأيامنا. هيدي العقوبات ما تعطوها أكتر من حجمها، ولو حجمها مش صغير بس أعطوها عاد حجمها الكبير مش أكبر. أنا كنت بقدر استغلها واستغل تهديدنا فيها لفك التفاهم مع الحزب وزيد شعبية التيار وحسن العلاقة مع الغرب والخليج وامنع أزية شخصية علي مادية ومعنوية. ولكن شو بيصير بلبنان؟ نعم نحن قدرنا أن ندفع ونضحي دائما من أجل لبنان، لأنه لما دخلنا معترك الحياة العامة دخلناه مع إرادة صلبة ومع مبدئية ووطنية ما منتنازل عنهم، ولا تمسخر عليهم البعض بالداخل وتمسخر عليهم البعض بالخارج. هيدي المبدئية تبعنا، هيدي يلي بتبقينا ويلي بتحفظنا ويلي بتعيشنا بكرامتنا وبصدقنا ومبادئنا. وما لح ننجر ولا الأفكار التخريبية، وما لح نسمح باستخدام العقوبات ضدي لعرقلة أي مشروع لإمكانية نهوض البلد. وهيدي هي المسؤولية ومنمارسها بالكامل، مش بكيدية ومش بشخصانية، ولح نضلنا نحاول بالرغم من كل شيء إن نبني جسور مع اللبنانيين وجسور للبنان مع الخارج، وما منقطعها لمصالح خاصة. نحنا ما منهرب وما مننكفئ وما منموت سياسيا. وبدي أقول أخيرا لكل الناطرين والحلمين والمتآمرين، وبدي أقول للتيار يتذكر على طول إنه يلي بيحاول دفننا ما بيعرف إنه نحنا بذور، نحنا مثل البذور من تحت التراب منقوم ومنزهر ومنعطي لأن أولاد هيدي الأرض ومنبقى مزروعين فيها ومنبقى وما منرحل عنا. تمرتونا أبعتونا عطشتونا، شو ما عملتوا فينا منرجع منفرخ من تحت الأرض ومنعيش ومنعطي بلدنا. وشكراً.